السلام عليكم، معكم عياد الفتاحي، رحالة مغربي من جديدة. هذه المبادرة جات فكرة ديال الأستاذة كوثر موافق اللي هي مقيمة 10 سنوات في أبيدجان. هذه المبادرة ماشي أول مرة درناها في البداية ديال المباراة الأولى ديال المنتخب المغربي اللي دات هنا في سان بيدرو، اللي ساهم ودعم معنا السي مدير مطعم ديال بيبلوس اللي عاوننا، هو الأخ اللبناني وتساهم المغاربه هنايا، عطانا المطعم ديالو باش نديرو فيه هذا الافتتاح، مائده افطار للمغاربه ان شاء الله وافواري ان شاء الله. هادشي علاش حنايا هاد الفكره اللي جات الاستاذ كوثر، اللي اصلا عندها لا ميزون دو ماروك دار ضيافه في ابيدجان، جات الفكره انها تبقى دير لا نافيت من سان بيدرو لابيدجان باش نجيبوا الاكل المغربي ونديروا اللمسه المغربيه ونجيبوها هنايا نعطيوها لكاع المغاربه ان شاء الله، اللي هما متعطشين الاكل المغربي والثقافه المغربيه وحتى الايفواري حتى هما توريهم الثقافه ديالنا المغربيه. شو انا نقول لك واحد الفكره كيفاش جات، بغيت نوصل واحد الرساله لشعوب العالم او للمغاربه باننا ما عمرنا خاصنا نغضوا البصر على العادات والتقاليد ديالنا والتربيه ديال الوالدين ديالنا. شوف الرساله الساميه اللي عطاها المنتخب الوطني خلال مباريات كاس العالم فيها بزاف القيم بزاف النبل اللي نقدروا كلنا كمغاربه كعرب او كمغاربه او كشباب في هذا الوقت الحالي كنغضوا النظر، ما كناخذوش بعين الاعتبار، مع انه اي كلمه واي حاجه كينطقوا بها الوالدين ديالنا الا وخصنا نحتذى بها وخصنا نمشيو عليها على الصراط المستقيم. اليوم شنو الرساله اللي كانت عندي انا لونسيتها في الانستغرام، هي مائده فطور مغاربه الكوت ديفوار. شنو هي هذه الرساله؟ مغاربه الكوت ديفوار حنا عايشين هنايا، حنا كاينين هنايا، عندنا العطريه، عندنا زيت العود، عندنا اتاي، عندنا هذه الامكانيات، لماذا غنوطوا هذه الامكانيات باش نقولوا لمغاربه العالم اللي جايين واللي هما جايين غير كضيوف عندنا مرحبا بكم، هذا بيوتنا وديورنا ومالنا ورزقنا راهن الاشاره ديالكم. اكيد 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 كيعرفوا الناس اللي كيسافروا بزاف، كيعرفوا كيسافروا كيجيو كيشوفوا داك الشيء. حتى الناس، شوف حنا دورنا كسفراء، انا كنقولها دائما من خلال الانستغرام، لنكون خير سفراء للمغرب. انا عندي واحد تشالنج كل جمعه بعد صلاه الجمعه، طبق الكسكس كيتقدم سواء المغاربه بالاول لانهم كيعرفوا عاداتنا وكيتشهاو داك الكسكس، مثلا ولد جاي شاب او لا شابه حاضرين في الكوت ديفوار كيتوحشوا ديك العادات، حنا تربينا كل جمعه طبق الكسكس كاين. كنت كنلونسي في انستغرام، من بعد طفات الفكره وليت كندير كميات كبر، وكنلونسي للاجانب، الاجانب بالدور الايفواريين، اللبنانيين، الجزائريين، التوانسه، كنقول اللي بغى يذوق طبق الكسكس المغربي مرحبا به والسلام مرحبا، انا غنصيفطوا ليه. وكلها مبادرات كانت بالمجان كدل على الكرم وعلى التربيه وعلى العطاء، لان جلاله الملك الله يحفظه الله ينصره الله يطول ليه العمر، كنحتذوا به كقائد ديالنا وكخير مثال. منين تيجي لكوت ديفوار كيعطي كيتصدق كيدور بين الايفواريين كشعب واحد، اذا حنا عندنا غير نمشيو في هذاك الطريق المعبد اللي عبد لينا واللي صاوب لينا جلاله الملك الله يطول ليه عمره.